من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة، هذا البرنامج اللي يثقف يفرهد وينسيك تعب النهار مع سيمي بن نور ولي كرونيكور اللي ديما في فورما. هذه راسين كاري، مرحبا بكم، هذه ساعتنا الثانية في راسين كاري. فرح إبراهيم جميلة، المطلوب منكم تجاوبوا على السؤال هذا، وين تم العثور على واحدة من أكبر الفسيفساء الرومانية في العالم؟ البقعة ما تخطرش على بال، مش في تونس، لا لا ما تخطرش على بال. يرجح علماء الأثار أن الفسيفساء هذه زينت أرضيات غرفة طعام رومانية. هاي وين؟ في ليبيا؟ لا مش في بلاد أخرى. وين لقاوها؟ قلت في الكوجينة. لا هي متاحف رومانية، متاحف، هي أثار رومانية هاي، ولكن تجسد سالة مانجي معناها. هاي شنو وين؟ أنا ما فهمتش السؤال. باه وين تم العثور، هذا السؤال، وين تم العثور على واحدة من أكبر الكوليكسيون تاع الفسيفساء الرومانية؟ رقاوها بالصدفة في بقعة ما تخطرش على بال، في منزل من المنازل الراقية مثلا، ولكن غالط. ولا لا يا ولدي مالك، مش في تونس. هاي هو هذا معناه، في بقعة ما تخطرش على بالك. نورمال مول حفريات تصير على بقايا أثرية باش تلقى إكستنسيون، تلقى حاجة في ملعب في ملعب رياضي مثلا. جميلة. هي مواصلة للمتحف وإلا للأثار وإلا لا لا هايكا مثلا ريتها التصويرة على الباج اي اف ام، هذه في مقبرة اون ديغي معناها سالا مونجي يعني غرفة طعام. أي. في مقبرة لا، اكتشف علماء اثار من متحف علم الاثار في لندن الفسيفساء هذه خلال اعمال حفر تجرى قبل البدء باعمال بناء ستقام في موقع، الموقع هذا اللي كان سابقا باركينج نتاع كراهب. يعتبر الاكتشاف أكبر فسيفساء رومانية في لندن يا إبراهيم في لندن من حيث الحجم. أنا في بالي ديما السمارتفون انتردي والقانون مازال ساري المفعول، راه هو القانون ساري المفعول. أنا أعتذر أنا حتى يهبط لك سيركولير آخر. لا لا مية كل برا، والتليفوني تاح في التليفوني كتاح في الأرض يعمل في الأرض. أرجع في الأرض. يعتبر الاكتشاف أكبر فسيفساء رومانية اكتشفت في العاصمة البريطانية في السنوات الخمسين الأخرى وفق بيان صحفي صادر عن المتحف. يعتقد فريق علماء الأثار أن غرفة الطعام هذه حيث عثر على الفسيفساء قد تكون جزء من قصر روماني كبير أو نزل راقي مثلا اللي فيه استابل وغيره. الزخارف والحجم المشار إليه أنه مسؤولي رفيعي مستوى وضيوفهم كانوا هما اللي مقيمين في البقعة هذي. وهذا بالزهر الباركينج بعملوا فيه دي ترافو، أما المشكلة في حاجتين ساعة حمد الله تعملوا، كان ينجم يقعد طول عمره باركينج والكراهب حد ما يفيق بيه. وسؤال آخر، ينجم بحذا الباركينج فما حاجات ما ينجموش يقوموا بهدمها، وتحت زادة فما لا كونتينيتي دو لا بيس هذيك اللي هي اكزاكت. أما شكون هز غادي لندرا؟ شكون هز لندرا؟ وي سا سي بلك شي ايميتاسيون مش لا 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 لا. دونك بمحاضرة موقع الفسيفساء اكتشف الفريق بقايا لوحات جدارية فخمة، أرضيات من طراز عالي، عملات معدنية، مجوهرات، دبابيس شعر مزخرفة. لقاو كنز يعني قريبة برشا للفسيفساء التونسية اللي تشوف مليح اخضر معناها. أي. سي دي موتيف اللي نلقاوهم رومانية نلقاوهم في انت شاكك اللي توانسة كانوا في لندن مثلا هزوهم وقعدوا غادي كي هما رجعوا مثلا. اي انا عديد من الامثله اللي هربوا لندن وغيره وبرشا بقايا اللي هربوا لندن وهربوا كثير هربوا الاثار اللي هربوا الاثار لندن عنا عديد. انت تعرف ابراهيم اكيد انك في باريس نهج شهير هو رودرو
غيدرو اي وين فما لي غالري الكل في النافيان فما غيدرو اللي هو فما متحف غيدرو فوالا واللي ترقى فيه الناس اللي يبيعوا العملات النادره لي تابلو حاجات من انا مثلا شفت يعني دي زاني قبل حاجات معناها ترمز لتونس ماهيش بعيده ياسر رايا هو راه ساهل تحل دغو وتشوف كل مره فما لي فونت اوز انشير لي فونت اوز انشير تحل كل يوم فما دي فونت اوز انشير وتشوف لا ليست دي شوز بارفوا تيح على اون بانتور دو يحيى ولا تيح على قطعه اثريه اوريجين تونيزي ولا حاجه كيما هكا دونك تعرف اللي يمشيو غادي زاد تهريب فهمت على خاطر مش سي سور يطلبوك فما ناس عندهم دي كوليكسيون صغار نتاعهم يحبوا يبيعوهم نتاعهم افيك لوغ بروبريتي مختصين في التهريب فما اكيد يا اخي ما تتذكرش الحادثه اللي صارت يا دو زون جو بونس ولا تروا زون في خصوص ما نعرفش شنو نسيت لي ديتاي ولكن حادثه في التهريب هي فتره مرينا بفتره في تاع سيد مش في العشر سنوات حتى قبل انه باغ اكزومبل لي زورينتاليست تونيزيان موزيس ليفي بيزموت صارت موضه نتاع لي بانتر هذوك وتباعوا برشا في دغو برشا دي كوليكسيونور ممكن يكونوا فما حاجات شامله تباعوا في دغو شامله وكل من اصول ممكن يهوديه اللي يحبوا بيزموت بيزموت انا قلت لك موزيس ليفي برشا بوشيرل برشا بوكو دو بانتور تباعوا في دغو واللي خرجوا من تونس انا نقول دوماج هذاك علاش انا كي نرجع للاكسبوزيسيون اللي شفتها البارح جيت تري كونتون دو فوار سيت اكسبوزيسيون معناها اون ريكوبيري من عند خواص في الديوان معناها تو الموند ايت اون تران دو بوجي باش ما عادش تخرج خاص تري فاسيل يا فرح انك تاخذ اون بانتور تكاموفل يعني وتهربها تنحي لها الكادر نتاعها وتحطها كان في سوريا مينياتور نتاع بن عبد الله تنجم تحطها في كتاب معناها في وسط كتاب وتخرج بها دونك سي دوماج امين سامحني ديما سؤالي هذاك يبدا انت سامي قلتي نجم كوليكسيون خاصه بي سوبوزون انت ماشي كوليكسيون خاصه بي عندي شريتها عندي سيرتيفيكاني انا شريتها هذا سؤالي ولا جدي شريها ولا غيره اما يظهر لي فما صعوبه حتى تبدا لوحتك الخاصه باش تمشي تحطها في دارك انت في بلاد اخرى با فورسيمون لوحه راه لا انا نحكي معناتها حتى عندك تابلو يعز عليك تحب وانت ماشي تعيش في فرنسا ولا في ايطاليا تهزو معاك يظهر لي عندك صعوبه في الخروج من مش حكيت صعوبه ان تابلو دو ماتر معناها يلزمك اي اما يلزمك لوثنتيفيكاسيون نتاعو السيرتيفيكات منين جبتو يعني فما خاطر اذا كان فما كوليكسيون كيما لي بانتر اللي يعملوا باغ اكزومبل 5 كوبي ولا 20 كوبي وانت تكون خذيت لا 19 لازم يكونوا ريبيرتوري هذيك وتخرج بها بالسيرتيفيكا نتاعك اما مش هكاك تنحي معناها نامبورت خاطر اون بوكو بيردو من الباتريمون نتاعنا راهو في وخاصه في الفن التشكيلي خاطر سي تري فاسيل باش تهرب ابار انه في وقت الحروب ووقت الاستعمار البلدان الكبيره المتقدمه اللي كانت مستعمره بلدان اخرى خذت لها كل ما هو من المجوهرات ولوحات وصيف وغيره يعني بيان سور يعني ذكر في اللوفر مثلا ترقى باب شخصيا شفته باب نتاع العراق دمروها اي في احنا باب من القروان ماخذينه يذولي من جامع عقبه ولا حاجه باب قديم مكتوب عليه باب جامع عقبه منين من القيروان فما زاد بالكادو هذيك عملته تونس فما حاجه اخرين ممكن ايبوك زاد كل ما يخص المماليك في مصر ها فما جناح كامل في اللوفر كل ما يخص حكم المماليك العصر هذاك وعديد فما زاد متاحف لندرا وغيره اللي فيها برشا حاجات انا من متحف رقاده في القيروان تسرقوا لي فوي دي فوي دو كوران بلو معناها فريمون نسخه من القران اللي تري تري غار فما اوراق معناها كي اون ديسباري في وقت ما نعرفش عندك الحكايه 15 ولا هكا دونك اي فما حاجات يبهتوا يعني وكيفاش تثبت هذايا المتحف الوطني القومي المصري يعني اللي بدل بعد مع اللوكو نتاعو كذلك عديد الحاجات اللي هي موجوده في لندرا واللي هي نورمالمون موجوده في المتحف القومي المصري هو اللي صاير في مصر توا حاجه باهيه يعني سون تران دو استرجعوا حاجات بداوا يسترجعوا في حوايج باهيه اي وي اوغوزمون ديجا
يلا نمشيو لي غنيت اليوم. يلا هذه أنغام باش تغني سيدي وصالك. غنيت ترجع بينا ل 2001، نرجع بعد شوية. طبعاً العشية مع سامي بن نور. لو ماسك اف كاتي يضمن لكم حماية مطلقة من الفيروسات الكل بما فيهم الكوفيد. كما كل يوم دونك افيك لو جو لو ماسك اف كاتي اللي نعطيو اسئله للمستمعين نتاعنا اللي يطلبونا في الساعه الاولانيه دونك على 31 380 ألف هو رقمنا، نعملوا عمليه قرعه وناخذوا سعيد الحظ معانا اليوم. هو قيس، مرحبا بيك. مرحبا اخويا سامي، شعيب. مرحبا سي قيس بن عبد الله من صفاقس. من صفاقس. مرحبا بيك. منين من صفاقس؟ والله مش صفاقس، صفاقس المدينة. صفاقس المدينة. باهي، قداش عمرك قيس؟ 32 سنة. 32 سنة، شنو تخدم؟ والله مغروم ومعناها بالتصوير الفوتوغرافي، معناها سيزوني، معناها شوية في الصيف حفلات وفرح. باقي الأيام معناها كل مرة وكيفاش. سيبيا، مغروم بالتصوير الفوتوغرافي. إي، وتوا؟ حاليا شاد عشا بالليل. آه، حارس ليلي تو. ايوه باه، ما فماش خدمة ولا شنو؟ الله غالب اللي ما عندوش كثير في وقته وما عادش يعيش. علاش علاش تقول هكا؟ هذا الموجود بصدق معناها. شنو هو انت كان الهدف نتاعك كانك تكمل في الغرام هذا؟ والله يعني تطوروا يعني؟ نخدم كم في الصيف وفي الصيف. ايوه لكن علاش في الصيف كهو يا قيس؟ يعني معناه ما عندكش امكانيات باش تعمل حانوت؟ ما هذا كانت الامكانيات اكبر حتى من هكا، كنا حتى حلمنا ان نعملوا راديو ويب، كانت حلمة نتاع الشباب، معناها هكا شباب عطى العمل واحد، نجحت الفكره ونجح الراديو بدي بس واحد. الناس اللي ما عندهاش راس مال ومعهاش برج وزيه شويه الكل جينا على برا. وحسبي الله ونعم الوكيل. الصبر وكهو. باهي يا سي قيس، ان توكا اتر فوتوغراف في حاجه معناها في الكونسيبت هذا بتاع الفن، وهو فن قائم الذات، وعندك بوتيتر القدره انك تطوره. صحيح انه الامكانيات هي المانع من هذايا، ما حاولتش انك تقدم في هذا، تشوف قرض، تشوف اعانه، تشوف حاجه؟ شوف سامي بن نور يموت عليهم الحكايات هذوما. انا الظرف العائلي من يمنعني منع، معناها ديما انا حاليا والله بصدق معناها ما بين قوسين، حتى معناها مش ندخل العديد في الحديث، معناها دير البيت صدقني ورحمه بابا حتى فراش اللي عندي، معناها على جال اني نوفر رقمه العيش للوالده ولاختي، معناها ظرف معيشيه صعبه، زيد من جائحه كورونا ورجعت هو كبست برشا وصعبت برشا. صحيح. والحمد لله. صحيح صحيح. ربي عينك يا قيس، ربي عينك ويعاونك ان شاء الله، وان شاء الله نشوفوك في ايام خير في ظروف اخرى خير. ان توكا ان شاء الله اللي جاي خير والناس الكل. باهي، اذا كان عندنا الامكانيه ان نعاونوك في الـ في نطوروا معاك مشروع صغير، ها عندي نمروك وتنشوفوا هذا. عايش خويا قلت لك شيء. باهي هاي سي قيس، يا خلينا نبداو. قبل سؤالك انت، الاخت جميله نشوفوها رمضان السنه ولا لا؟ ان شاء الله يا قيس ان شاء الله. هاي تشوفها عندها عمل، تشوفها في التلفزه حتى تعلن عليه وقتاش، ابار سا تشوفها في رمضان زاد في غسيل كاري معانا راك. وكانك مغروم بالتصوير، رانا زملاء يا قيس، انت زاد فنان راهو تتسمى. ايوي هو فن بيان سور، لا فوتوغرافي فن كبير. قيس، سؤالي كان، ولو اني سؤال شنو كان هو؟ والاجابه صحيحه. شنو كانوا لي موديل؟ كيل سون لي دو موديل ولا لي كات موديل ولا لي تخوا موديل دو ماسك اف كاتي؟ شنو الموديلات نتاع الماسك اف كاتي؟ بالإلاستيك، افيك بوند، ولا من غير بوند، ولا من غير إلاستيك الماسك هذا؟ اسمع، هو بالمنطق ماسك بلاش إلاستيك ماهوش ماسك، ها؟ افيك بوند نقولوا هكا. فوالا، افيك إلاستيك وافيك بوند، هذه إجابتك؟ طيب. يلا مبروك مبروك يا قيس. عايش خير.
مبروك يا قيس. دونك كيما كل يوم انت المستمع صاحب الحظ السعيد اللي يربح معنا لو كادو هذا من اهداء افكاتي ميديكال. دونك تيطلبوك زملائنا في الاعداد ويشوفوا معاك هالكادو هذايا. وبطبيعه الحال مبروك عليك وشكرا لاتصالك. لو ماسك اف كاتي يضمن لكم حمايه مطلقه من الفيروسات الكل بما فيهم الكوفيد. يلا هذه راسين كاري نمشيو لدرجي اللعب. نمشيو لاربع درج لعب. حبيت نعطيكم سؤال. سينما بما انكم الكلكم مغرومين بالسينما وبالفن. كما قلت قبيلة أنه الفيلم الهندي اللي سألنا عليه هو فيلم مستوحى من أحداث حقيقية صارت في 2008. فما 10 أفلام على الأقل. أنا متأكد أنه منكم شكون شاف زوز ثلاثة أربعة أفلام عربية مستوحات من قصص حقيقية. نعطيكم الأحداث وقولوا لي الفيلم شنو. تم إنتاجه سنة 84 وأحداثه تحكي رحلة شاب يدعى محمد غادر بلاده متوجه إلى ألمانيا للبحث عن فرصة عمل للتحسين من وضعه المعيشي. 84 لأنه خلال رحلته وبمجرد وصوله إلى الدولة واجه صعوبات ومشاكل ناجمة عن اختلاف اللغة والممارسات العنصرية. أحمد زكي الفيلم النمر الأسود. النمر الأسود. أحد أفضل أفلام مصر الواقعية. تم إنتاج الفيلم هذا سنة 1962. تدور أحداثه حول سعيد مهران اللي خرج من السجن عقب انقضاء مدة العقوبة متاعه وينوي الانتقام من زوجته ومساعده اللي خانوه وتسبوا في القبض عليه. إلا أنه سعيد مهران يكتشف الاختلاف الكبير للحياة بعد خروجه وتصدم بالتغييرات الكبيرة هذية إلى جانب شعوره بصعوبة التأقلم مع المعيشة بينما الأحداث تجري في مجرى آخر عندما تظهر نور اللي تساعده. الفيلم من إخراج كمال الشيخ من سيناريو صبري عزت الحوار لعلي الزرقاني بطولة شادية شكري سرحان كمال الشناوي وهو يجسد رواية الأديب العالمي أحسن عبد القدوس. لا في كلاب وحاجة كما هكا اللص والكلاب. وي اللص والكلاب جميلة في نجيب الوصف. محفوظ نجيب محفوظ أكثر من مسير دستان. لا جميلة قوية في الأفلام صراحة. لا في الأفلام مصرية قوية برشا. لا حتى أبان أفلام مصرية. لا لا أنا ما عنديش ذاكرة. أنا صار ما عنديش ذاكرة بالحق. هاو هذا به أنتج سنة 2002. يتناول قصة شخص يدعى رأفت والذي اختير ليشغل حقيبة منصب وزاري بالخطأ. الوزير غصبا عنه. أحمد زكي والفيلم الوزير ولا حاجة معالي الوزير. الفيلم من إخراج سمير سيف وتأليف وحيد حامد بطولة الراحل أحمد زكي هشام عبد الحميد لبلبة عمر الحريري. وأشيع كثيرا خلال الفترة اللي جيت بعد ثورة مصر 2011 أن الفيلم جسد وقائع حقيقية جرت أحداثها في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حيث عين وزير ولكن الوزير بالصدفة بيسارت في تونس تشابه أسماء بيسارت في تونس بدون ذكر وقتاش وقتاش ولكن صارت أخيرا من عندها 3-4 سنتين ما نعرفهاش وقع خلط في اسم الوزراء وبعد شو معناتها تعين وزير لم يعين معناها والله لا نعرف ما تقولش لسه ما احكي الحكايه لا عاد ما تقولنيش ولا لا نعرف اي ما انت مش استعطي لسه ما احكي الحكايه دوما قالوا انه تعين وبعد اومونيم معناتها فرد اسم عندهم الاسم اللي كان اقترح الاسم اللي وزيره وزير 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 نفس الاسم ولكن بعد تعين وخذ المنصب وبعد ما قعدش برشا هذا واحد من اهم افلام مصر على التحرش الجنسي انتج سنه 2010 تدور احداثه حول قيام ضابط شرطه بسلسله تحقيقات في قضايا غامضه وخلال اجراء التحريات يصل لثلاث سيدات التي يعانين من التحرش الجنسي والذي بات كروتين يومي يتعرضوا له. الثلاثه يختلفوا في المستوى الاجتماعي كيما تختلف ثقافاتهم.
الفيلم من اخراج محمد دياب، بطولة كل من هند صبري يسرى. لا نيلي كريم، بشرة، ناهد السباعي، ماجد كدواني، احمد فيشاوي، باسم ابو سمرة، هاني عادل. شو الحكاية؟ تعكس احداث الفيلم وقائع حقيقية لضحايا عانينا لوتوبيوس من التحرش الجنسي. فيلم اسمه 678. هو فيلم ممتاز راهو. يفولو ريغاردي. يفولو فوار. حكيته في الاوتوبيوس. لا لا لا. اسمه 678. هكا هاو. القضية تلقاها اسمها هكا ولا. اي اسمه 678. Alors en français je traduis. يلا نمشيو لانفو ترافيك. هذه انسة. ها قد أتت اللحظة متاع درجي اللعب. يلا درجي اللعب إبراهيم. عندي شو الورقة اللي جبدها؟ ورقة بتاع القضية ذيك. عرفتش كي مقرتص فيها عرفت. يعتبر من الفنانين المختصين في الرقص، ممثل، راقص، كوريغراف، مطرب. تحصل على أوسكار الشرفي عام 1950. مثل في 31 فيلم موسيقي كوميدي ميوزيكال، مصنف الخامس من احسن الممثلين سامي ديفيز في ال100 سنه المنقضيه، علما وانه الاول هو أنفري بوغارد، الثاني غاري جرانت، الثالث جيمس ستيوارت، والرابع مارلون بروندو. هو الخامس. مش تلك لاكيت ليه الرقصه تحت المطر؟ اعطينا الاسم. لا هل اسكو هو ولا بتاع الكلاكات؟ سامي ديفيز هو حاب يقول له. انا قلت سامي ديفيز وبعد قلت بتاع الكلاكات معروف برشا يعني. استنى الى في توت لي اول حاجه. لا استنى استنى، اسمه الاصلاني مادونا. مادونا قالته في غنايه. اسمه الاصلاني فريدريش. انا قلت اوسترليتز. خد حاجه فريدريش اوسترليتز اسمه الاصلاني. اي وهو شنو اسم الشهره؟ لا لا. اسمه الفني فريد حاجه. ليه اي تقلدته مادونا في غنايه؟ فريد استير. فوالا فريد استير. قلت لك فريد. مادونا في فوغ يظهر لي تقول اسمه تقول اسامي فنانين غريتا غاربو، ان مونرو، بعد ناس اي كومو غريتا غاربو، مونرو، فريد استير، ايدي مورفي. لا 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 مادونا في مادونا في فوق. يلا ذكرها ولا سؤال انا حضرت لكم ساعه فيديو انا يا اخي. حاضر ولا لا؟ مش حاضر. بعثت ليحيى مع ماضي ساعتين وربع. ممكن تلهي مش من ما ساعتين وربع حاضر في الاسئله. مش مشكله. أنا سؤالي لأمور تقنية. سؤالي صغير وقصير. تفضل. أول فيلم أنجو والت ديزني ما هو؟ مش أليسو بي المغربي. أول فيلم 1937 ميكي ماوس. لا لا مش ميكي ماوس. شنو شخصية موجودة اليوم؟ معناتها نعرفوها بيان سور. شفناها في ديساني مي. بيان سور. شابخون روج. لا. أليس. أليس أليس. تسميهم الكل إبراهيم. لا هي حكاية طفلة. أميرة النائمة. أو بوا دورمون. أليس أو بوا دورمون. لا. ساندريون. فما واحدة أخرى مشهورة. السبع اقزام. بلانش نيج اللي شتنا. برافو برافو. بيضاء الثلج والسبع اقزام. سنو وايت. سنو وايت باهي. مش هذا السؤال. والله عرفتك والله. شنو اكثر فيلم معناتها حقق نجاح في والت ديزني كيف كيف في نفس نوعيه الافلام؟ سهل سؤال وهذا اضافه مش اكثر معناتها. في 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 انتاجات والت ديزني. في انتاجاته بعد رحيله هو. مش مشكلة أثناء هو خطروا من وقتها. ميكي ماوس. لا مش ميكي ماوس. لا نحكيه على توم أنجيري. مش متاعه لروا. لروا اليوم. لروا اليوم أكثر فيلم. The King Lion. فعلا يبكي. مانيفيك. والغناية وكل شيء. يلا جميلة. نسمع ويقولوا والأذن تعشق قبل العين أحيانا. صحيح. من هو شكون قالها؟ هو الشاعر جاهلي. يس. جاتني
المعلومه هذه شفتها قبل. الاذن قبل. الخزاق الخزاق دقي. اذا واحد خايب خلاص. خزاق خزاق مش قيس بن ملوح لا. مش شنفرة. لا. فاقد البصر. ابو العتاهيه. لا. عندي سوريا. ابو كمامه. سوريا. اي. مخضرم. شو عاش في الجاهلية؟ ليه عطيتكم أنديس؟ الدمشقي. سوريا خمو في سوريا. الدمشقي. مشيرة لسم مثلاً. أبو كنافة. لا لا أبو كنافة. تحلم بالكنافة. اسمع بسبوسة وقتها ودي سوريا. صرفت صرفت. السوري ال. من ذكرش. دمشقي دمشق. صباح فخري. مش هو سوري باش يجلطني راهو بعدو عليا باش استنى استنى بشار بن برد بشار بن برد لا هي هذا قول بشار بن برد ولا والبيت يقول يا قوم اذني لبعض الحي عاشقه والاذن تعشق قبل العين احيانا الله الله بربي عاود الصدر قبل العجوز نعرفوه ترى يا قوم اذني لبعض الحي عاشقه والاذن تعشق قبل العين احيانا بربي عاود برافو بربي عاود يلا اخر مره جميله بربي عاود بربي عاود يا قوم اذني لبعض الحي عاشقه والاذن تعشق قبل العين احيانا شكرا للمستمعين والمستمعات باش نعطيكم مقوله وتقولوا لي لشكون هذه وانت ابراهيم مازلت كي شفتها انت مازلت كي شفت وين مكتوبه مازلت كي شفت اعلم ان كثيرا من ضعفاء العقول في الامصار يحرصون على استخراج الاموال ابن خلدون من تحت الارض ويبتغون الكسب من ذلك ويعتقدون أن أموال الأمم السالفة مختزنة كلها تحت الأرض مختوم عليها كلها بطلاسم سحرية لا يفض ختامها ذاك إلا من عثر على علمه واستحضر ما يحله من البخور والدعاء والقربان يحكي على لزانيه توا يعني كنا عايشين في الفترة هذه على خاطر الناس معناها يقول لك عنده كنز وينجم ويعمل هكا وهكا باش يحل لك الكنز هذاك وي هكا عطاكت ابن خلدون عطاك الامصار جوست لو ريزومي عندك سؤال اخر؟ انا عندي سؤال تفضل باهي فما مقولة تعرفت برشا في ماي 68 مقولة قالها تشي جيفارا المقولة هذه استعملناها حتى في حاجات أخرى في المسرح مثلا شكون يعرف المقولة هذه أنا حبيت العكس ما أقولكمش صاحب شكون قال شنو قال نعطيكم كيفاش تبدأ سويون رياليست وبعد معروفة ياسر ما فيش بالفرنسية أصلا هي ليه؟ لا تشي جيفارا أما نحكي المعنى نتاعها خلينا نكون واقعيين ولنطلب المستحيل سويون رياليست دوموندون لامبوسيبل دونك بعد في التياترو زين فرحات الله يرحمها استعملوها سويون رياليست دوموندون لو بوسيبل إن شاء الله موجود لو بوسيبل ديجا خاطر سي فغي كو لا رياليتي ما تسمحش ساعات باش لا هو في المعنى أنك تكون رياليست اللي هو تحلم وتطلب لامبوسيبل بيان سور باش تاخو على الأقل اللي تنجم تاخذه يعني في الرياليتي تفرج في حاجة فيديو بناية محليها هكا كلها انرجي يلزمكم تخدموا يلزمكم تحلموا يلزمكم تتقدموا تتطوروا ما فما حتى حاجه بوسيبل راهي في الدنيا عرفتك اللي تيراده كامله محلاها حتى شيء ما هو بوسيبل توتي امبوسيبل يلا بعد شويه الميتيو مع انيس الاخبار وبعد سبور بلس احنا ان شاء الله نتلاقاو غدوه ان شاء الله في حلقه جديده